الإنسان إذا التهى بشيء، ما هو اللهو؟ اللهو أن تنشغل بشيء عن شيء، أن تلتهي بشيء عن شيء. في بعض الأحيان الإنسان يلتهي بشيء حرام عن حلال، أو بشيء مثلا مندوب عن واجب، أو يلتهي بشيء مندوب على مندوب، يعني ينشغل بالعبادة ويترك مثلا التعليم والتعلم. فمن انشغل بشيء عن شيء هذا التهى. فإما أن يكون الملتهي ملتهن بشيء واجب أو مندوب، أو بشيء حرام أو مكروه أو مباح. فألهاكم التكاثر، التهى الناس وانشغلوا عن مقاصدهم بالأولاد، بالأموال، بتوسيع السلطات، حتى زرتم المقابر. فمن انشغل عن المباحات وانشغل عن المكروهات والمحرمات بالواجبات والمندوبات هذا فاز. من انشغل بالواجبات فقط هذا سالم، ومن انشغل بالواجبات والمندوبات هذا رابح، والرابحون يتفاضلون. ومن انشغل بالحرام التهى بالحرام عن الحلال هذا خاسر. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني لو الإنسان يجلس مع نفسه وينظر في بعثة الرسل على هذه الشخصيات العظيمة من صدق وذكاء وفطنة وفحولة، أن هذا لا يكون كاذبا، وما ظهر على أيديهم من المعجزات، للإنسان وصل إلى علم اليقين الذي لا يتصور غيره. يعني يصل الإنسان إلى حقيقة أن البعث والجنة والنار أمر هذا قطعي، لما قام من الحجج على صدق الأنبياء. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو يعلم الإنسان علم اليقين يصل إلى هذا العلم لترون الجحيم، يصبح عنده النار كأنها أمامه. لأن الإنسان إذا نظر بعقله وتجرد أن الذي خلقني أول مرة يستطيع أن يعيدني، إذن مسألة البعث مسألة جائزة. وها هنا نحن وجدنا، إذن يؤكد العقل على بعثك أنه ليس بممتنع. لكن الإنسان دون بعثة الرسل لا يعني يقول أنا أبعث وأحاسب. فجاء الرسل حتى يخبرونا أن الله سبحانه وتعالى سيبعثنا وأنه سيحاسبنا، فصار تعاضد في الأدلة وفي الأصول. فالإنسان إذا اجتهد على علمه يصل إلى اليقين القطع، الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث من في القبور، وبناء على هذه النظرة يجزم بمسألة الجنة والنار. لترون الجحيم، يعني إذا الإنسان ما ارتدى عن هذا الانشغال، عن هذا اللهو الباطل، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعمة الصحة ماذا فعلت بها، نعمة الوقت، نعمة المال، نعمة العلم. الأصل في الإنسان أن يستخدم النعم للوصول إلى الحق، هذا حق أو ليس بحق. ما جاء به الأنبياء إذا كان حقا إذن أجزم به وألتزم به حتى أنجو في الآخرة. أما هذه النعم أعطاني إياها الله سبحانه وتعالى للرفاهية، ويعرض الإنسان عن الحق وينشغل عن مقصده، هذا في الآخرة سيخسر وذنبه على جنبه.